هاي، بالكاد شعرت بها الآن. رائع، فلنجرب الآن اختبار النار. مرحبا، هذه أختي جيسيكا. لا يفترض أن أكون هنا. لأنك مسافرة عبر الزمن وعلقت في توقيت زمني بديل؟ لا، علقنا خارج المنزل. وهي متمسكة بشكل كبير بخطط ما بعد المدرسة. أنا لست متمسكنة. على أي حال ستتسكع معنا اليوم. وداعا يا مسافرة عبر الزمن. هذه الصخرة غير مريحة. على أي حال فكرت كثيرا بشأن الأعداء. الأعداء؟ قهقهت كيلسي. لدى كيلسي ما يكفيها من الأعداء، وهي بالتأكيد لن تتعامل برفق مع هذا. حسناً، أنا خائف الآن. وأنا أيضاً. أعني، فكر في الأمر، إن تعرضنا لهجوم ماذا سنفعل؟ إننا عالقون خلف الجدول. لا، عالقون بالجدول. لا تقلق، لأنه لدي خطة. صممت أسطولاً كاملاً من الدفاعات والفخاخ لحمايتنا، ومن بينها نظام تحذيري، نظام مراقبة وتضليل، لكي نستطيع الهرب باستخدام نظام المنجنيق الفعال. أحب المنجنيق كثيراً، ويحبه مورتيمر أيضاً. لا أعرف، يبدو هذا معقداً. ألن يكون كهاتف العلب المعدنية؟ لا، سينجح المنجنيق طالما التزمنا بخطتي. لابد من ذلك. قضيت حصة الرياضيات وأنا أرسم. واو، الرياضيات صعبة. أنا بارع فيها. النظام التحذيري، أعتقد أنه يجب أن نخفضه قليلاً. إنه سلك للتعثر، من سيتعثر بهذا؟ عملاق؟ رجل طويل للغاية. علينا الاستعداد للأعداء الصغار. هيا سنقوم بهذا. يجب أن تكون الأجراس هكذا، وهذا مثل خطتي تماماً.